اللي بغيناه يكون يكون على جينا هاي دابا بغينا السكن ديالنا اللي قاومتنا به المكتب التنفيذي الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان ومكتبها التنفيذي عبر عن تضامنهم من خلال المشاركة في هذه الوقفة الاحتجاجية للجماعة السلالية سيدي بوزيد التي تحتاج إلى جبر ضرر جماعي حيث أن العديد من الجهات سواء رجال السلطة والمال استولوا على مجموعة هذه الأراضي ديالو وتم تشريد النساء والرجال والشباب ديال الجماعة لذلك فنحن نعبر أن الملف ملف من الملفات المرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية لفئة واسعة من المواطنات والمواطنين وكذلك ملف مرتبط بنهب المال العام والفساد ويحتاج إلى تحقيق إذا كانت للدولة إرادة حقيقية في مناهضة الفساد والقضاء عليه. والعمر عنصب علينا. أنا المدير لطيفة من ذوي الحقوق سلالية من أهل سيدي بوزيد مقيمة حاليا بألمانيا. هاد الناس دولينا بلادنا واحد الثمن رخيص بزاف درهم للمترو وأتبعوا فيها بواحد الأثمان باهظة داروا لينا وعود كاذبة حتى جينا درنا اعتصامات تما اعتقلوا منا شي ناس داو شي دراري وباقي الآن عندهم سورسي برتكونا داروا معنا شي وعود قالوا لينا غادي نعطوكم بقعة لواحد باش تسكنوا وما داروا معنا حتى شي حل كيتباعوا دابا الفيلات ب 240 مليون وحنا شراو من عندنا الارض كلها ب 63 مليون 68 هكتار ودابا حنا جينا هنا محتاجين اليوم تنوجهوا لهم فاتحين لهم صدورنا بغيناهم يعيدوا النظر هاد الاثمان ديالهم ويتحاوروا معنا ويفتحوا معنا باب ديال الحوار. لا اسفي قلت اللي كتكون دائما في المواعيد انا عبد اللطيف الطاقي من سلالي الاراضي السلاليه سيدي بوزيد الاسفي احنا اليوم جينا كنحتجوا قدام الاداره ديال العمران على اغتصاب الارض ديالنا اللي داو واللي يعني داوها بواحد الطريقه ديال الابتزاز ديال 3 دراهم للمتر المربع والوعود اللي عطاوه السلاليين باش يستافدوا من البحار ما كانوش يعني في العهد ديالهم بالاضافه الى ان جميع هاد الناس اللي كتشوف هنا راه اغلبهم مساكنين في سكن رائق ويقاسون من يعني من السكن العشوائي داخل حيهم وداخل ارض اجدادهم بيد ان هذه المؤسسة جات خدات 70 هكتار وجزأتها وكتبيعها بالثمن المضروب في 1000 مارة بالثمن باش شراتها أمين تبني بار ميل يقدح بجاجة على العمران اللي بدات لنا بلاد كيف على عند الفوضى درهم للميتة داروا معنا باش غادي يعوضوا لا بالسكن ولا بالفلوس أعطونا وهذا شي حاجة قريبة وسمو من داعينا معاهم ودرنا وقفة احتجاج ديال تما حكموا عليا بشهر سوسي انا جهد على الاثنين و 50000 فرنك حكومة وهادشي تنقول لك انا راه في 2008 احنا دابا وصلنا 2020 كاع 2019 هو اللي عطا الله السلاليات اليوم كيف كتشاهدوا يعني السلاليين خرجوا احتجاج على مؤسسة العمران اللي نجبت هذه الأراضي بواحد الثمن اللي من غير منطق أنك تسحب واحد الأرض من الناس ضعفاء الناس مساكين بثمن قدره 3 دراهم وتنوض دير مشاريع وتبيع بهذا الثمن باهظة كاين فيلات كيما هذيك واغلب هاد السلاليين ما عندهمش السكن ما عندهمش الناس ضعفاء الناس الفقراء حنا كيف قلنا النهار الاول يعني رسنا هاد الناس كنائب سلالي بغينا اننا نجلسوا للحوار واننا نتعاملوا بمنطق الحوار باش نلقاو الحلول لانها هي عندها الحلول احنا قلنا لها مسؤولين كيدينا باش بحيث انها هي سدت لنا كاع الجبال كيف يعقل انك كتكاتب واحد المؤسسه وما كتجاوبكش ما كديش معاك كتقول بان هادشي اليوم قانونيا وبانه راه كيف يعقل انها قانونيا وهي تمشي كتبريها
اليوم حنا كنطالبوا من المستثمر باش يكونوا جادين معاونا في الحوار ويعمل، لاننا ما غاديش نتنازلوا هذه المساله. ضروري حقنا في السكن، وهذا ما امر به جلاله الملك سيدنا الله ينصرو، انهم السلاليين يملكوهم، لان اغلب السلاليين ما عندهمش السكن. وما هي هذه بدايه، ومازال عندنا بزاف المؤسسات، لان 130 70 هكتار ما خلوش لنا فيها ميتو، استافدوا منها كامله وما خلاوش لنا، بحيث ان هاد الناس راهم باقي فقراء وضعافه كيعيشوا الهمش. حتى المنطقه اللي فين ساكنين راه لا تنميه لا حتى حاجه. اعتقدت بان الجامعه السلاليه لاهالي سيدي بوزيد وملفها قد اقبل. تحيه نضاليه لجميع السلاليات والسلاليين اللي حاضرين معنا اليوم.